سر التفوق. أبنائي وبناتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بيكم النهاردة مع سر تفوق بناتنا وأبنائنا في الشهادات العامة وفي الدراسة عامة بعد التعليمية. مقدمت لكم حاجات إن شاء الله تكون سبب في نجاحكم. النهاردة هنعمل ونلعب ونضحك ونغني طبعا في أجازتنا، ونشوف مواهب ونشوف حاجات جديدة، ونشوف معانا فريقين من زمايلكم وكانوا متابعيننا على الشاشة، والنهاردة احنا جبناهم عشان نلعب معاهم. ومعانا نقول نوران مجدي. نوران مجدي. نوران تاني كده مجدي. نوران مجدي. ها شهاب رمضان. شهاب رمضان. ها ندى مجدي. غادة مجدي. ها ندى دينا. ندى مجدي. ندى مجدي. ودينا. 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 طبعا دول ضيوفنا النهارده وضيوفكم، وتعالوا نلعب مع بعض النهارده لعبه هتعجبكم خالص. النهارده لعبه مسليه جدا، هنتكلم في معلومات، هنتكلم في مواضيع كتير قوي قوي، بس ناخد المعلومه من خلال مسابقه وبعدين نقعد نتكلم مع بعض. النهارده هنقسم فريقين، هنختار اسماء. تحبوا تختاروا اسم ايه؟ ايه؟ طب انتوا اختاروا. ها الحب والسلام. ها اوكي، مش كده؟ لا طب انا عايزكم انتوا تقولوا، انتوا تقولوا حاجه، يعني انا عايز الاسم يبقى من عندكم. ها تقولوا ايه؟ ناخد السلام. ماشي السلام. وانتوا الحب. الحب. يبقى فريق الحب وفريق السلام. الاثنين احنا محتاجينهم في حياتنا ابنائي وبناتي. عشان كده النهارده احنا هنبتدي طبعا الحب وبعدين السلام. يبقى نبتدي بفريق الحب، مش كده؟ كده بقى لا هنشوف مين الاول ولا مين الثاني ولا حاجه خالص. النهارده هنلعب وهنقول مجموعه من الاسئله. عرفوا بقى الفكره. هديكوا سؤال، اما يكون في اختيارات او ما فيش اختيارات. النهارده الاسئله بتاعتنا بناتي وابنائي هي من الاسئله الموضوعيه. ايه ده يا مستر؟ هو احنا في امتحانات؟ احنا زي القضيه مش قضيه امتحان بقى ولا حاجه، احنا بس ايه ناخد الطريقه. الاسئله بتاعتنا اسئله موضوعيه. انتوا عارفين يعني ايه موضوعيه؟ يبقى يا اما اختيار متعدد يا اما اسئله اكمال، صح؟ اوكي. يا اما ها اختيار متعدد يا اما اسئله اكمال. النهارده هناخد اسئله نبدا باسئله اختيار متعدد. عندي اربع اجابات. عندي اربع اجابات. انتوا عارفين في اسئله الاختيارات المتعدد دي بيبقى فيه اربع اجابات، في منهم اتنين مش ممكن يكونوا هما، وفي اتنين ممكن نحتار فيهم. عشان كده احنا عملنا النهارده حاجه زياده كده. هديكي 30 ثانيه عشان تقولي على الاجابه. اذا قلتي الاجابه هتاخدي اربع درجات، يعني ادي فريق الحب وادي فريق السلام. يبقى انتوا لو قلتوا من اول مره هتاخدوا اربع درجات. يبقى السؤال من كام؟ من اربعه. من اربعه. اذا لا قدر الله، لا قدر الله، يعني ما عرفناش، هشيل لكم اختيار واحد، فيبقى فاضل كام؟ ثلاثة. يبقى بعد كده يبقى السؤال من ثلاثة. إذا ما قدرتوش هنشيل لكم سؤال كمان، يبقى الاختيار من كام؟ من اثنين. طب إذا ما قدرتوش هديكم بقى حاجة زيادة، إن أنتوا توجهوا لهم سؤال، إذا جاوبوا عليه تاخدوا، ما تاخدوش إجابة، ما تاخدوش إيه؟ درجة. إذا ما جاوبوش تاخدوا درجتين للسؤال. إيه رأيكم؟ في أحلى من كده؟ نبدأ الأول بفريق الحب. نقول فريق الحب نوران وشهاب. نوران تعالوا ناخد السؤال الأول. من هو أول من اخترع آلة التصوير؟ جنسيته إيه؟ فرنسي؟ أمريكي؟ بولندي؟ ولا ألماني؟ عندكم 30 ثانية من وقت ما العداد يظهر معانا. يلا معانا 30 ثانية نفكر. فرنسي ولا أمريكي ولا بولندي؟ يلا نقول. ها فرنسي. 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 تعالوا نشوف الإجابة صحيحة. قالت فرنسي. إذا كانت فرنسي صح يبقى هتاخدي الأربع درجات، إذا كان فرنسي غلط يبقى خسرنا الأربع درجات. عشان كده احنا عايزين نعمل إيه؟ خلاص هما جاوبوا قالوا إيه؟ فرنسا. طيب خلاص كده قالوا فرنسا آخر كلام. طب كده بقى هنشوف اذا كانت الاجابه بتاعتك صح هتاخدي الاربع درجات على طول، اذا كانت الاجابه يبقى خسرتوا الاربع درجات. عشان كده انا عايزكم لما يجي سؤال تقعدوا فكروا كده وتناقشوا مع بعض عشان ما حدش ايه يخسر الاربع درجات. معايا؟ يلا نشوف كده. ها مش ولا امريكي؟ ها يا الماني تفتكروا ايه؟ طب الفريق الثاني تفتكروا ايه؟
فرنسي. فرنسي برضو؟ طب نشوف كده. فعلا الإجابة بتاعتنا إجابة صحيحة، وكسبتوا الأربع درجات. فريق الحب خد أربع درجات، يبقى نسجل لكم أربع درجات إجابة صحيحة. أنت بقى كنت واثقة فيها؟ لا مش قوي الصراحة. ما كانتش مال جبتيها كده؟ طب ما احنا مش عايزين الاختيارات لا. اللي مش عايزين الاختيارات اللي هي يعني كده جت ضربة حظ. لا. لكن خلي بالكوا آلة التصوير كانت فرنسي، وخلي بالكوا أنا هكلمكوا شوية عن آلة التصوير حبة، بس الأول تعالوا نشوف الفريق السلام، ناخد السؤال بتاعه ونشوف هيبقى شكله إيه. تعالوا نشوف السؤال بتاع فريق السلام. فريق السلام بيقول لي أول من اخترع المروحة الكهربائية؟ أول من اخترع الكهرباء المروحة الكهربائية؟ 30 ثانية نبدأ. ها تشاوروا مع بعض، تشاوروا مع بعض. قدامك فرنسي، امريكي، بولندي، الماني، برضه الفريق الثاني نقعد نتكلم بعض كده، احتمال هم ما يعرفوش فنلحق ناخد منهم الدرجات بتاعتهم. يلا قدامك 15 ثانيه، 14، 13. ألماني. فرنسي، الماني، اخر كلام ولا اخر كلام؟ اخر كلام الماني. ها سبعه، ها ثاني، اربعه، ها خلاص الماني. خلاص هم قالوا الماني، يبقى الاختيارات بتاعنا قالوا الماني ده اول من اخترع المروحه الكهربائيه. هل هو فرنسي ولا امريكي ولا بولندي ولا الماني؟ طبعا ما هوش بولندي وما هوش فرنسي. ها تفتكر الفريق الثاني ايه؟ ها احنا فكرنا ها يا امريكي ولا امريكي؟ امريكي. وانتوا الماني. هي بقى فعلا امريكي الاجابه الصح، وانا قلت لكم ما تغلطوش كده. هندي درجة، هندي نقطة للفريق الثاني. فالفريق بتاع حب بقى أصبح خمسة، والفريق السلام لا شيء. خلي بالكوا بقى من حاجة، ده بيعلمني إيه بقى؟ اللي أنا مش واثق من إجابة صح ما إيه؟ ما أقولش. يعني إيه؟ نقعد نفكر مع بعض ونشيل إجابة ونجهز إجابة، ما إحنا عاملين، ما أنا بستفيد الرخص بتاعتي اللي أنا واخدها دي نستفيد بيها. يعني لما يبقى في سؤال لسه في حيرة شوية وبتاع، ناخد وندي فيه مع بعض. طب إحنا ممكن يعني نعدي كده السؤال ده، وايه رايك يا شهاب؟ انت بتغني يا شهاب؟ بتغني بقالك قد ايه؟ بغني من انا عندي 11 سنه. انا شهاب سمعته الحقيقه، وهو يعني صديقي على الفيس، وصوته جميل قوي جدا. طب تقول لنا حاجه يا شهاب ولا ايه رايك؟ تقول لنا حاجه؟ ماشي. نغني حاجه؟ طيب بس انا اشتغل معاك كده. يلا تغني ايه بقى شهاب؟ اغني اما براو. اما براو، انت عارف بتغنيها منين؟ غنيها من ري. من الري. انت برافو عليك. بصوا بناتي وابنائي، اللي بيبقى عنده هوايه وبيحاول ينميها ويشتغل، دي بتبقى حاجه جدا. يعني الخص لك كده كويسه. اما براوة براوة، اما براوة دور حبيبي ترى اخر تراوة. اما برد عليه براوة، اما براوة دور حبيبي ترى اخر تراه. حبيبي لما لقاني مريت وباله، شال طرفي شاله سقاني وطرفي شاله. حال سألوني ارحموني يا ترحموني، احب يوم العز لما لوموني يا ناس، لوموني لوموني يا ترحموني، احب لوم العز لما يلوموني.
عليك سافور زي الفل. جميل جميل. احنا بس مش مربطينها مع بعض بس حلو وجميل قوي. حلو قوي ان الواحد يبقى له هوايه. انت ليكي هوايه ولا مالكيش هوايه ولا ليكي هوايه؟ لا ليكي هوايه. ايه بقى؟ القرايه. اه قراءه واسمع موسيقى. بتحبي الموسيقى؟ اه. سامع ونادى عرس ترسم؟ مش جايب لنا لوحه ولا حاجه معاكي؟ يعني حد يمشي من غير هوايته كده؟ ودينا بعزف كمانجا وبرسم برضه. بترسم؟ طيب نرجع تاني بقى وبعدين نبقى نشوف كده حكايه الرسم دي والهوايات بتاعتنا. بس الاول تعالوا ناخد فريق الحب اللي بقى ليه دلوقتي كام درجه؟ خمسه. انتوا معترفين؟ طيب نشوف بقى السؤال بتاع فريق الحب اللي عندهم خمس درجات. بيقول لي نشوف كده السؤال. عايزين جنسيه مخترع الفلاش. عارفين الفلاش بتاع الكاميرا دي؟ عايزين نعرف الجنسيه بتاع المخترع بتاعهم. هل هو فرنسي، الماني، سويدي، صيني؟ تاني معاك ورق ولا حاجه؟ ها؟ لا معنيش. طب بنقول اهو فرنسي، الماني، سويدي، صيني. ده العداد. احنا عايزين الشاشه عشان تبين. يلا معايا العداد اهو معاكوا. بصوا كده اهو. فرنسي، الماني، سويدي، صيني. يلا قدامنا 15 ثانيه. ها؟ صيني. على طول ولا نجرب اختيارات ولا نجرب ايه؟ ها تيجوا نجرب نحذف اجابه ولا حاجه؟ ايه رايكم؟ لا عشان ما نضيعش الاسئله بتاعتنا. نحذف إجابة؟ نحذف إجابة. كويس قلتوا قبل آخر وقت. نحذف إجابة. يبقى السؤال دلوقتي بدل ما كان من أربع درجات يبقى بكام درجة؟ تلاتة. طب نشيل لكم إجابة؟ تفتكروا نشيل أنهي إجابة؟ تفتكروا أنهي إجابة اللي هتتشيل؟ اللي أنتوا يعني بتقولوا كده إنه ممكن تبقى مش هي. ها؟ لا استنى قبل ما نبدأ تفتكروا أنهي إجابة اللي ممكن تبقى مش مظبوطة؟ سويدي. سويدي اللي مش هي صح؟ طب انا برضو ما اعرفش، لكن انا هحذف لك اجابه وهديكوا فرصه تاني تفكروا في الثلاث اجابات. انا هحذف لك اجابه اهو ونشوف اهو. حذفنا اجابه، ادي اجابتين. يلا نبدا 30 ثانيه. الماني ولا صيني؟ الماني. صيني. ها تاني الماني. فكروا تاني. خلي بالكوا عندكوا في حاجه كمان، ان احنا ممكن نخليهم نوجه لهم سؤال فنحصل على الدرجه. قدامنا اختيارين، احنا كده قدامنا درجتين، هناخد على درجتين. يلا ها ها اخر كلام بقى. صيني. صيني اخر كلام. سيني. ها شهاب تاني. ها تلاتة اتنين مفيش كده. قلتوا صيني. ايه رايكم؟ احنا بنقول لو قلتوا الاختيار صيني ده يعني انتوا رايكم ايه؟ ليكوا هنا ليكوا هنا درجتين. لو قلتوا هما درجتين عندهم ودرجتين عندكم، تختاروا؟ هما اختاروا سي. الماني. تختاروا الماني؟ ما انتوا مش خاصين حاجه، انتوا اساسا مش عندكم. بس ده تصرف حلو على فكره، يعني هما ما عندهمش حاجه، فقال لك ايه يعني احنا نختار اختيار ثاني احتمال يبقى هو فناخد الدرجتين. طيب تعالوا نشوف بقى كده الالماني ولا الصيني. الفريق بتاع الحب قال صيني، والفريق بتاع السلام قال الماني. مع ان كلمه فلاش دي انت ما سمعتوش يقول لك ايه ده بيديني صوره امريكاني كده، يعني بيديني فلاش كده، يعني فلاش ده المفروض امريكاني مش كده ولا ايه؟ ها امال ايه دي، الالماني ولا صيني؟ طب نشوف كده الاول اهو، تعالوا نشوف الاجابه الصح. الماني. ايه رايكم خدوا منكم نقطتين؟ طيب يعني ما احنا هم برضو عندهم ما عندهمش حاجه. انتوا عندكم خمس نقط وهم عندهم وانتوا عندكم نقطتين. نقطتين. يبقى اصبح فريق السلام هنسجله نقطتين، ويبقى فريق الحب عنده خمس نقط. طيب نشوف كده، يمكن المره دي لو خدت اربع نقط تبقوا سته. وانتوا كام؟ خمسه. خمسه يعني ممكن تشوفوا. تيجي نشوف الاجابه كده، نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي جنسيه مخترع الاذاعه. يعني ايه الاذاعه؟ انتوا بتسمعوا الاذاعه طبعا. لسه هنبدا اما نقول، بس خلي بالكم انا هقول لكم الموضوع وانتوا ايه، ونبدا 30 سنه من بعد ما نقول. طبعا جنسيه مخترع الاذاعه، الاذاعه اللي احنا بنسمعها. هو بقى في واحد عمل جهاز بحيث انه يبث
لبعد عدد من الكيلومترات، يعني ابتدى الاول ب 2 كيلومتر وبعدين بعد كده وسع البث فبقى يسمع الاذاعه، انتوا عارفين النظام بتاعها، فاللي هو استخدام الامواج الموجات الكهرومغناطيسيه والموجات الصوتيه، مش انتوا علوم طبعا الحاجات دي. طيب تعالوا نشوف بيقول لي ايه جنسيه مخترع الاذاعه، هل هو الماني ايطالي فرنسي صيني؟ قدامكم 30 ثانيه وقت ما تظهر العداد، 30 ثانيه قدامنا، 30 ثانيه قبل ما تقولوا الاجابه، ادي 30 27 26. هل هو الماني ولا ايطالي ولا فرنسي؟ هل هو الماني ولا ايطالي ولا فرنسي؟ ها، واحنا ممكن نحذف اجابه؟ ممكن نحذف اجابه. طيب تمام، تايم اوت اهو، تمام تمام. لا هم خلاص بقى هنحذف اجابه، 7 6 5 مفيش اي كلام تاني. طيب احنا هنحذف اجابه، هو عندي الاجابه الاختيارات اللي موجوده، الماني ولا ايطالي ولا فرنسي ولا صيني، انا هحذف اجابه، هحذف اجابه كده. احنا حذفنا، احنا حذفنا ايه؟ الماني. الماني، هو مش الماني. طيب كده معاكم 3 درجات، ناخد 30 ثانيه تاني، يلا 30 ثانيه تاني، يلا عد يا عداد، 30 29 ايطالي فرنسي صيني، لو ما عرفتوش هنحذف اجابه وهيبقى الفريق الثاني هو اللي من حقه ليه نقطتين، ايطالي فرنسي صيني، ايطالي 17 16 15، الفريق الثاني عنده 5. نقول صيني؟ نقول صيني. طب ما نفكر كويس، نفكر سؤال. احنا ما بين ايطالي وصيني؟ ها؟ احنا بنفكر بين ايطالي وصيني. ما بين ايطالي وصيني؟ اه. طب يعني انا يعني نعم. طب خلاص كده الاختيار كده تمام، الوقت تايم اوت، فاصبح دلوقتي احنا عايزين نشيل اجابه من الاجابات، هو يا ايطالي يا فرنسي. ايطاليا يا فرنسي؟ اه، يعني نشوف كده، ادي اجابه اهو، هنشيل كده مش فرنسي. يبقى ايطالي. يبقى ايه؟ ايطالي. ايطالي، وانتوا؟ احنا بنقول صيني. بتقولوا صيني، خلي بالكم. طبعا انتوا مش هتخسروا حاجه، يعني انتوا لو كسبتوا هتاخدوا النقطتين، لو خسرتوا مش هتخسروا حاجه، فاحسن ان احنا نقول اجابه غير الاجابه اللي قالوها، فيبقى نبقى كسبنا حاجه. طيب ايطالي ولا صيني اخر كلام؟ انتوا قلتوا ايطالي وهم قالوا صيني، مش كده ولا ايه؟ اه هنخسر. طيب ايه رايكم نشوف هي الاذاعه بدات فين؟ ها؟ طب الاذاعه فكرتها ايه واحنا نعرف البلد؟ طب نشوف كده الاجابه. اه ايطالي، يبقى فريق السلام اجابه صحيحه ومخترع طبعا الاذاعه ده ماركوني، ماركوني خد جائزه نوبل للسلام سنه 1909، سنه 1909 خد جائزه نوبل ماركوني، ده عمل الطريق يعني عمل طريقه البث وعمل الجهاز وقدر يبث بعد على بعد 2 كيلو الاول، وبعدين بعد كده زود في الابحاث بتاعته ورجع فقدر يعمل 40 كيلو وقدر يعمل امتدادات كتير طبعا ماركوني الايطالي، وحصل على جائزه نوبل في الفيزياء سنه كام؟ انت قلت في الفيزياء صح، طب تفتكري سنه كام؟ طب لو قلت سنه كام هديكي درجتين، انا قلت من شويه وانتم ما ركزتوش. ايوه لا وتسعة، برافو عليكي، هديكي درجه زياده، يبقى انا عندي شفتي بقى احسن حاجه المعلومه يبقى فيها تركيز، انا يبقى فريق انت خدتي كده كام درجه؟ انت كان عندك 2 وبعدين خدنا 2 يبقى 4 وبعدين خدتوا 2 وهي لطشت كده درجه يبقى 3، يبقى دلوقتي احنا 5 5. فريق الحب شد حيلك شويه، انتوا كنتوا طالعين. طب ايه رايكم ناخد سؤال ونعوض الخمس درجات اللي موجودين دول؟ شوف كده السؤال بتاعنا، بيقول لي مخترع جنسيه مخترع الاله البخاريه، عارفين الاله البخاريه؟ الاله البخاريه دي اللي مشي بيها القطر، اللي مشي بيها بتاع اللي هي بتمشي بالبخار. هل هو جنسيته، خلي بالكم بقى اهو، الاله البخاريه اللي بيمشي بيها القطر، اللي بيمشي بيها كانت بتمشي بيها العربيه، معتمده على قوه الدفع بتاعه بخار الميه. هل هو جنسيته مخترع؟ السؤال لفريق الحب طبعا، جنسيه مخترع الاله البخاريه، هل هو امريكي؟ هل هو بولندي؟ اسكتلندي؟ ياباني؟
ها هيبدا 30 ثانيه من اول ما يظهر الاعداد على الشاشه. بصوا كده 30 ثانيه 28 27 فكروا امريكي. الفريق الثاني برضو يفتكر يفكر معايا، هل هو امريكي ولا بولندي ولا اسكتلندي ولا ياباني؟ وخلي بالكوا بتكلم عن ايه، طريقه، عن اله بخاريه يعني ماشيه. ها العداد 10، ممكن نحذف اجابه؟ نحذف اجابه. نوران قالت، وانت موافق يا شاب؟ ها نحذف اجابه؟ موافق. موافق نحذف اجابه، تمام نحذف اجابه. يبقى هل هو امريكي ولا بولندي ولا اسكتلندي ولا ياباني؟ هنحذف اجابه. احنا حذفنا الاربعه مع بعض. طيب طلع اسكتلندي. انا بقى هديكوا الدرجتين من الاربعه، بقيتوا 7 درجات. طيب هنيجي على فريق السلام. احنا فريق الحب دلوقتي 7 درجات، فريق السلام 5 درجات. فريق السلام انت قلتي لي ندى، قلتي لي يا ندى ان انت بتحبي ترسمي. انا هعمل معاكي حاجه، يعني انتوا دلوقتي هم 7 وانتوا 5، مش كده؟ هعمل معاكي حاجه حلوه. انا هديكي ورقه وهديكي قلم، وعايزك ترسمي وش كده، او ترسمي او اي فكره في دقيقه. تكون دينا سمعتنا حاجه. انا عايز دينا تمسك كمانجة كده واسالها شويه حاجات، هتاخدي عليها درجات. ايه رايك؟ زي ما هنسال برضو الفريق التاني. امسكي كده الكمانجة. انا دينا يعني الكمانجة معاكي. هو انت ممكن تقول لنا الكمانجة دي تكوناتها ايه، او شكلها، او يعني ايه الحاجات المكونه فيها؟ يعني انا عندي العود مش هو زي الكمانجة، يعني هي كلها تعتبر وتريات مش كده؟ كلها ايه؟ آلات وترية، يعني معتمدة على صندوق رهين مش كده؟ ووتر بيتحرك فبيعمل مع صندوق الرهين. انت عندك ايه مختلف عنها؟ عندي هنا في رقبة اللي بتاع اللي تسند عليها، في هنا فرسة. فرسة؟ علشان خاطر تسند عليها الأوتار. وهنا زي العود برضو في مفاتيح عشان تتظبط، والأوتار. والقوس اللي بتعزف بيه. القوس هو انا احنا بنعزف بريش، انتوا بقى ايه؟ بالقوس مش كده؟ هي فكره صندوق رنان، وفي ذبذبات بتتحرك على صندوق الرنان مش كده؟ هي نفس الفكره، بس انت بتحركي بالقوس. احنا بنحرك ده. الفرق بناتي وابنائي بين الايه؟ الكمانجه والعود، والاثنين من الوتريات. طب نقول كده، تقولي لي كده بيتغير الصوت ازاي من حاجه لحاجه؟ يعني قولي لي كده اي حاجه كده عزفي بيها اي حاجه. اوكي. وقولي لي كده مثلا زي ايه؟ تمام. اتفضل. اعزف ولا اقول؟ وريني كده، اعزفي كده حاجه الاول، اعزفي كده جمله وانا اوقفك واقول لك. اوكي. ده بقى انت بتغيري النغمه او الصوت، بتأثري طول الوتر او تطولي طول الوتر. لان قوه الصوت واللي تطوريه صوت يكون غليظ كده. ممكن اللي هو ده. طب احنا بنزوده نعليش ازاي؟ بندوس على نبتدي نحط. طب قولي لي كده، قولي مثلا كانك كان ده سول. ده على الوتر، وده من ده ايه؟ ده وتر مطلق. اسمه ايه؟ المفروض سول ري لا ومي. المطلق ري، لكن لما بتدوس عليه بتطلع منه سول. مثلا ده وتر ري. وده مي. وده فا. يعني انت بتغيري زي فكره العود برضه. طيب شكرا لدينا، وانا هدي لك ورقه بقى كده دلوقتي، نقول يجيبوا لنا ورقه ونديكي ترسمي لنا حاجه عقبال ما ناخد السؤال. احنا فريق، احنا كنا قلنا خلاص اسكتلندي وخدتوا درجتين وبقيتوا 7 مش كده؟ وانتوا 5 ولسه ليكوا سؤال مش كده؟ طيب نشوف كده. بيقول لي مخترع الحبر. مخترع الحبر، ممكن الفريق يعني فريق الحب يشتغل. مين بقى مخترع الحب؟ الياباني. طبعا احنا معانا دلوقتي فريق مين اللي عليه الدور؟ السلام. تمام. مخترع الحبر اليابانيون، الفينيقيون، البابليون، الصينيون.
احنا اتفقنا تايم نبدا اهو 30 29. اتفقنا ان في اجابتين ممكن يبقوا خالص مش هما الاجابات، هما الاثنين ممكن تبقى الاجابات. ها هل ياباني 15 13 الفينيقيين والبابليين دول من حضارات، واليابانيين والصينيين اني بقى حضاره اللي كانت اول او مخترع الحبر. ها 4 3 بسرعه نحذف واحده. ايوه نحذف واحده. عارفه بقى كان خلاص على اخر ثانيه كان هيضيع عليه كل 4 درجات. ممكن نحذف اجابه من الاجابات ونشوف اهو شال الفينيقيين كده 3 اختيارات. طيب احنا نقول البابليون. تقولي البابليون ولا تشيل الاجابه 29 23؟ عايزين نتاكد برضه. ممكن نشيل الاجابه عشان عايزين نتاكد من عايزين تتاكدوا يعني ممكن نشيل البابليون ولا نعمل اجابه نحذف اجابه كمان نحذف اجابه كمان يبقى فاضل معاكوا درجتين. نحذف اجابه كمان خلاص تايم بقى اوت خلاص 7 اخر كلام اخر كلام تحذفوا اجابه 3 2. ها يا ندى تمام خلاص ايه ده انتوا اتفقتوا مع بعض ان احنا نحذف كمان اجابه يبقى فاضل درجتين يا ياخدوهم يا تقولوا هتقولوا الاجابه يا اما هيتنقل للفريق الثاني ياخد الدرجتين منكم. فنشوف كده الاجابه هنحذف اجابه حذفنا فاضل اليابانيون والصينيون. انا متاكد على فكره هم كانوا شاكين في الاثنين دول. طيب نبدا تايم نبدا تايم قدامنا 29 28 يا مسهل. الفريق الثاني برضو فكر يعني مش هنخسر حاجه يعني احنا كده قدامنا درجتين ممكن نلحقهم نجيبهم. فكروا كده اليابانيين ولا الصينيين مخترع الحبر؟ الحضاره اليابانيه يعني كانت ولا الحضاره الصينيه؟ وبعدين هما متجاورتين بس في حد قبل حد وفي فكره قبل فكره. وخلي بالكوا ها يقول اليابانيون اليابانيون وانتوا اليابانيون. لا صايم خلاص يبقى هم قالوا اليابانيون يبقى انتم موافقين ان هي اجابه صح مش كده؟ كده انتم مش عايزين الدرجتين. ما احنا قلنا ايه؟ هو انتم متاكدين ان هم اليابانيين صح؟ متاكدين بس هم خلاص يعتبروا قالوا الاجابه اختاروا خلاص هم اولى فاختاروا الاجابه. لو ما كانوش لو انتوا متصلين كان يبقى فيه الاثنين مع بعض. لكن انا دلوقتي هقول عادي نشوف كده الاجابه الصحيحه. اليابانيون فعلا الاجابه الصحيحه عشان الحضاره اليابانيه كانت قبل يعني الحضاره اليابانيه. بس خلي بالكوا بقى بالنسبه للاحبار هو في الحضاره المصريه القديمه قدماء المصريين احنا لقينا في قدمائنا المصريين احنا لقينا ايه؟ احنا لقينا في الحاجات في الدهاليز بتاعه الحضاره في الاثار لقينا في لقينا في احبار سوداء واحبار زرقاء. فبرضه ده دليل على ان كان في يعني يا ترى اليابانيه ولا المصريه القديمه يعني كانت. عشان كده ما رضيتش احط المصريه القديمه في الاختيارات لاني انا بميل ما دام احنا لقينا ان في احبار موجوده فانا قريت فعلا ان كان في احبار موجوده. يعني انتوا عارفين احنا بنحط الادوات بتاعت الرسم بنحطها في ايه؟ بنحطها في ايه الادوات الرسم عشان نرسم بيها الحبر؟ نحطه في باريت تبين ولا مش كده؟ لقوا حاجات كده وفيها احبار ناشفه يعني موجوده فاذا كان عند قدماء المصريين. لكن حسب المراجع ما بتقول هم بيقولوا كده يعني. فاحنا نقول ايه رايكم لو تسمعنا حاجه كده يا شهيد؟ ماشي. تقول لنا ايه بقى لوحدك بقى كده؟ اغنيه يعني مزاجنا. على مزاجك بقى. سمع اغنيه السيد درويش. الله. انت سمعتها لي اهو ده اللي صار مش كده؟ قولها بقى كده. اغنيه من التراث القديم وهو الحقيقه بيجيد الغناء ده. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اهو ده اللي صار وادي اللي كان ملكش حق مالكش حق تلوم عليا اهو ده اللي صار وادي اللي كان مالكش حق مالكش حق تلوم
عليا تلوم عليا ازاي يا سيدنا، وخرب بلادنا ماهوش بيدنا، واللي عن اشياء تفيدنا وبعدها بألوم عليا اهو ده اللي صار وادي اللي كان. قولوا معايا ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا، تلوم عليا ازاي يا سيدنا، وخرب بلادنا ماهوش بيدنا، واللي عن اشياء تفيدنا وبعدها بألوم عليا. الله 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 الله، ايه الحلاوه دي؟ ده انا شايف كله كنترول روم وكله بيسقف لك وفرحانين بيك قوي على فكره. انا بس عندي ملاحظه يعني عشان نبقى قلناها. انا طبعا مش خبير في الموسيقى ولا حاجه، كلها هوايه يعني، بس انا عايز اقول لك حاجه. في حروف المد مش كده؟ انا اقدر امد فيها وانا بغني، يعني لما اقول حرف الياء الالف ده والواو والياء وانا بغني امدهم وابقى فاتح بقي. يعني انت عندك قدره، وعندك على يعني وجهه نظري عندك قدره، انت حابسها بان انت قافل بقك كده. يمكن اساتذتنا بتوع الموسيقى يعني يأيدوني في الكلام ده، وانتم شايفين ان هو صوت حلو ويعني واعد، لكن انت محتاج تخلي بالك من ان انا لما اقول حرف مد لازم افتح بقي، ان انا لما اقول بلاش داعي، مفيش داعي بقى ان انا اعمل عرب اساسا يعني زياده. انت فاهم ازاي؟ يعني انا ما اتفزلكش، اقول الحاجة واسمعك تاني، يعني اسمعك تاني، عايزك تقول الحاجة كده زي ما اتعملت، يعني اسمع واقول، لان ده الودن وجمال الودن. نرجع تاني بناتي وابنائي، احنا وصلنا مين اللي خد الدرجتين بتوعنا؟ احنا. انتوا خدتوا درجتين؟ يعني بقوا كام بقى دلوقتي؟ بقيتوا سبعة. مش كده؟ وانتوا كنتوا كام؟ سبعة. يعني انتوا الاتنين زي بعض دلوقتي. طيب عشان احنا برضو هنعمل حاجة بقى عشان نشوف سبع درجات وسبع درجات، تعالوا ناخد سؤال على الدور على فريق الحب. الحب، فريق الحب، يلا فريق الحب هنشوف السؤال بتاعنا. بيقول لي من هو أول نبي يخطو على أرض سيناء، وهو أول من سن الأضحية وصدق الرؤيا؟ هو سيدنا سليمان، يوسف، إبراهيم، يعقوب. أنا طيب أهو 23 22، فكروا. هو أول نبي يخطو على أرض سيناء، وهو من سن سنة الأضحية وصدق الرؤيا؟ هو سيدنا سليمان، يوسف، إبراهيم، يعقوب. سبع ثواني، نحذف إجابة. ستة، نحذف إجابة، وأنت يا شهاب نحذف إجابة. طيب هنيجي بقى نحذف إجابة، بس تعالوا ندرس الإجابات. ما تيجوا نتكلم كده مع بعض قبل ما نحذف إجابة. هو تعالوا نشوف نفكر في السؤال. هو الفريق الثاني اللي بيوشوشوا بعض، احنا لسه الوشوشه. هو دلوقتي ممكن نمسك السؤال ونشوف السؤال بيقول ايه. اول نبي يخطو على ارض سيناء، واول نبي يخطو على ارض سيناء، واول من سن الاضحيه. اضحيه عارفين يعني ايه اضحيه؟ لا عشان نفكر بقى. يعني انا اقعدوا فكروا كده، الكلام موجود والاجابه موجوده، بس ندي نفسنا الفرصه ان احنا نجاوب تاني. فهعمل انا قلت لكم اهو، اديتكم صاروخ رومي. بصوا بقى بسرعه، بصوا انا هعدي هشيل اهو اجابه، هعزف اجابه وهنبتدي 30 ثانيه من اول ما نرجع تاني. 30 ثانيه، 30 ثانيه عداد، 30 ثانيه، 29 28. اول من نبي يخطو على ارض سيناء. في معلومه اتنين، ثلاث معلومات معانا، ثلاث معلومات. اني بقى عقبال ما نجيب ثلاث معلومات. ها، ثلاث معلومات. يلا نقول بقى الاجابه واحنا بنوصل كده. يلا جميل. ابراهيم. ابراهيم، ايه رايكم؟ ايه رايكم؟
سيدنا إبراهيم عليه السلام هو أول نبي يخطو فعلا على أرض سيناء. وبعدين أنتوا، أنا عايز بقى أسأل، يعني أنتوا ينفع أن أنا يكون عندي السؤال؟ وده اللي بيحصل معانا دايما، أن السؤال بيبقى فيه أمارة واثنين وتلاتة، إحنا بنبص على حاجة نقول خلاص مش فاهمين فنعمل كذا. أنتوا شفتوا هو أول ما سلنا الأضحية؟ طب إزاي بقى سلنا الأضحية؟ وإزاي صدق الرؤية؟ مين اللي عمل كده؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى خلاه يحلم ان هو يذبح ابنه، كان شاف الرؤيه، شاف الرؤيه فقال له يا بني اني ارى في المنام، مش كده؟ يعني هو في رؤيه وفي مين اللي مرتبط بده؟ اما بص على السؤال، وانا عايزكم تفكروا بالطريقه دي في الاجابات عامه، دي طريقه تفكير. احنا كان عندنا اربع اجابات، مش كده؟ في اثنين بيقول لك اول من، انت عارفين ان سيدنا يوسف وبعد سيدنا يعقوب، يعني يعتبر بعديه، مش كده ولا ايه؟ فانا وبعدين سيدنا ابراهيم هو اول واحد، وبعدين كان عندنا خيار تاني اللي موجود سيدنا مين؟ سليمان. بعد سيدنا ابراهيم. فانا كان لازم اقعد افكر في الكلام ده عشان ما اجيبش. المهم انا دلوقتي هاخد كام بقى درجه دلوقتي ليكم؟ ثلاث درجات. فيبقى الفريق بتاع الحب له 10 درجات وانتوا لسه 7. بس انتوا قدامكم فرصه جميله جدا في السؤال اللي جاي. بيقول لي هنا في السؤال اهو، نشوف كده السؤال اهو، طبعا ايه بيشيل لك الاجابات وبيقول لك سيدنا ابراهيم اهو، بيقول لك بقى ايه اول من، برضه اول من وضع اساس علم الاجتماع وقدم كتابا ركز فيه على دول العرب وتاريخ شعوب البربر، وهو احد فلاسفه التاريخ. خلي بالك احنا اتكلمنا من الحضارات العربيه اتكلمنا كتير، واتكلمنا من الحضارات الاوروبيه اتكلمنا كتير في خلال المناهج بتاعتنا، وكان ورد فينا على الكلام ده حاجه من الكلام ده. طيب هل هو اسحاق نيوتن؟ وهل هو ابن خلدون؟ هل هو الامام الغزالي؟ هل هو العالم جاليليو؟ قدامكم 30 ثانيه بنبدا الاجابه. 30 ثانيه يلا، 30 ثانية، 27، 25، يلا، 19، يلا عشان نلحق. من هو؟ ابن خلدون. ابن خلدون، قدامكم 9، ها؟ فكر يا ناد. ها؟ ابن خلدون، فكروا. تمام، 3، 2، 1، هو فعلاً ابن خلدون، وفعلا في كتاب. طب الكتاب اسمه ايه؟ واحنا خدناها فين؟ يعني عارفين بقى احنا بناخد وننسى، او شفتوا بقى ادينا احتاجنا في موقف ان نعرف مقدمه ابن خلدون. هو وضع اساس علم الاجتماع بس. تمام، وضع اساس علم الاجتماع هو ابن خلدون، وعمل كتاب في مقدمه ابن خلدون هو ركز على دول العرب او دول العرب وتاريخ وشعوب البربر، وهو فعلا من احد فلاسفه التاريخ اللي التاريخ كله يمكن يعني غرف من هذا الرجل وكتاباته. تعالوا دلوقتي، طبعا اسحاق نيوتن كان اكتشف ايه؟ الجاذبيه، قانون الجاذبيه الارضيه. ازاي؟ حسب الحواديت يعني. انا مش جميل قوي انا مش بميل قوي للحواديت دي، لكن هو ايه الحواديت دي بس بتورينا ان احنا ما فيش حاجه تعدي قصادنا كده الا ما نستغلها. زي يعني ما خدنا السؤال كان لازم نركز فيه اكتر، هو بيقول لك انه اسحاق نيوتن قال كان قاعد والشجره والتفاحه وقعت عليه والحكايه. على العموم هي كلها عشان نقول للناس ايا كان بقى هل الحادثه دي صادقه او مش صادقه، احنا ناخد منها ايه؟ ان احنا كل حاجه يعني ناخدها بفكر منظم عشان ممكن نستفيد منها. طيب كده انتوا خدتوا 4 درجات، وكان عندهم كام درجه؟ 7. كان عندهم كام يا 7 شهاب؟ 7. مالك يا شهاب كده؟ وانت عشان صوتك وحش يعني شهاب. يبقى اصبح 11، واصبح فريق الحب 10، وفريق السلام 11. بس في حاجه هنشوفها دلوقتي مع فريق الحب، هناخد يمكن نقدر نشوف السؤال بتاعنا يكون اسهل. تعالوا نشوف، بيقول لي اول من هي اول محاميه مصريه
هو طبعا الفقرة اسمها من هو خلاص. فبتقول لك محامية مصرية هي التي حصلت على ليسانس الحقوق سنة 1925 كان هدفها الدفاع عن المرأة أمام المحاكم المصرية. هل هي مي زيادة؟ هل هي جميلة أبو حريد؟ هل هي ليلى العامرية أو الأستاذة مفيدة عبد الرحمن؟ 30 ثانية من أول ما تبدأوا فكروا، ما فيش داعي للتسرع، فكروا خدوا وقتكم. 30 27 26، خدوا وقتكم. هل هي مي زيادة، ليلى العامرية، جميلة أبو حريد، مفيدة عبد الرحمن؟ نقول نحذف إجابة. طب فكروا خلاص، انتوا ناس في جامعة ماشي كده روان يعني اخر كده، ما فكرتوش كده مين هي مين؟ طب ليلى العامرية كده خلاص الوقت كده اول تايم ايوه، هم خلاص اختاروا ان هم يحذفوا إجابة. طيب فكروا كده معايا كده قبل ما احذف له، قبل ما احذف إجابة زي ما اتفقنا يعني وقلنا. مي زيادة تعرفوها؟ لا انا اعرف ليلى العامرية. طب ليلى العامرية دي اللي هي دي الإجابة يعني احنا بنقولها ليلى العامرية. انا يعني بقى بحسبك تقولي ليلى العامرية مش هي. لا هي يعني ليلى العامرية دي ده قديمة قوي. طيب طب جميلة ابو حريم. طيب هي فرصة لان انا طبعا هنتظر من بناتي وابنائي مدام بالمرة كده ان احنا نعمل مبحث في الاسماء الجميلة دي اللي ليها اثر في حياتنا الاجتماعية يا جامد جدا، شاعرة وثائرة وطنية ومن من قص فيها قيس الشعر ومحامية. طبعا أسماء من الأسماء أنا عايزكم تبحثوا عنها ويمكن نعمل مداخلات في مرة كده فتقولوا لي مين دي ومين دي. تعالوا نحذف إجابة، وهنحذف إجابة قدامنا 30 ثانية من وقت ما نحذف الإجابة. أنا عايز تايم يبقى جاهز 30 ثانية بعد حذف الإجابة. 30 ثانية 30 طيب يبقى 2 ها فاضل واحده. مفيدة عبد الرحمن. مفيدة عبد الرحمن تمام. انا شلت لهم اللي قالوا لا عليهم وطلعت فعلا مفيدة عبد الرحمن. يبقى انتوا عندكم ايه ده التايم اوت كده تمام خلاص. هم كده اختاروا مفيدة عبد الرحمن. 8 7 6 لو في حاجه عايزين تغيروها قولوا. تمام خلاص يا شهاب خلاص كده اصبح عندنا اجابه واحدة اللي هي مفيدة عبد الرحمن. هي فعلا أول من حصلت على لسانس الأداب، أول محامية تحصل على لسانس الأداب، وكان هدفها الدفاع عن المرأة، مش الدفاع عن المرأة بشكل عام، هو الدفاع عن المرأة أمام المحاكم المصرية. يعني كان قالت يعني المرأة كان بيدافع عنها رجل في المحاكم المصرية، فهي لما خدت لسانس الحقوق كانت أول من دفعت على المرأة داخل المحاكم المصرية. لكن كان في كتير قوي ناس كانوا بيدافعوا عن قضايا المرأة، يعني كان في قاسم أمين، كان في ناس كتير يعني بيهتموا بقضايا المرأة، لكن أنا بتكلم عن التي كانت تدافع عن المرأة في المحاكم المصرية. كده خدتوا كم نقطة؟ 2 3 عشان شلت لكم واحده وانتوا شلتوا واحده يبقى 3 ليكم. 3 نقط كان عندكم، كان عندهم 10 بقى عندكم 13 13 ده رقم حلو قوي. يبقى فريق الحب بقى عنده 13 نقطه، فريق السلام لسه عنده 11 نقطه. لو دينا عزفت لي دقيقه كده هديكي درجة يلا، عشان انا عارف كمان آلة صعبة فايه. طبعا فريق يعني فريق الحب مش محتاج يعني معاهم شهاب بسم الله ما شاء الله كاسح يعني. طب يلا كده تقول لنا كده كركورة كده، كركورة صغيرة Thank you.
طبعا انا عايز اقول لكم ان كمانجة من الالات الصعبة. يمكن انا جربت اعزف على مجموعة من الالات يعني الامانة كتير، وعزفت عود وعزفت على الاكورديون وعزفت على الكمانجة. انا لم اجرؤ ان انا اعزف عليها، هي فيها يعني ليها لازم اللي يحبها قوي هو اللي عزف عليها. لكن انا بقول لدينا يعني صابعك الحمد يعني ماشي على الطريقة اهو. ويمكن انت تشتغلي نوتة، تعزفي بالنوتة يعني، يعني تتمرني نوتة الاول ولا لا نوتة وترجمها وعزفها كده؟ يعني بتاخديها يعني عشان كده انت العفق بتاعك على بس يا دينا انت مربية دوافريكا دي وكمان جا عايزة تنزل شواكيش كده. طيب ايه رأيكم ندي الفريق التاني نقطة؟ انتوا 13 وهم 11، بس خلي بالكوا انتوا عليكم الدور؟ خلي بالكوا ان هم عليهم الدور، فايه رأيكم تديهم نقطة ولا لا؟ فكر فيه. لا تديهم لا خلاص. هم انا كنت بقى اقول لكم حاجة، كنت هخليهم يدوا نقطة عشان إرهاب او نقطتين، فايه خلاص احنا كده مش هندي نقطة لحد، خلاص كده متخاصمين، ايه رأيكم؟ طيب نرجع تاني وناخد لفريق السلام السؤال بتاعه الجميل اللي بيقول لي خلي بالكوا من السؤال ومش عايزين استعجال. من هو السؤال؟ بيقول خليفة أموي أول من أنشأ أو ينشئ نظام البريد في الإسلام، هل هو معاوية بن أبي سفيان، مروان ابن محمد، عبد الملك ابن مروان، عمر ابن عبد العزيز؟ و30 ثانيه من وقت ما بيبان، 30 ثانيه 30 ثانيه. هل هو معاويه ابن ابي سفيان ولا مروان ابن محمد ولا عبد الملك ابن مروان ولا عمر ابن عبد العزيز؟ كلهم من الخلفاء اللي كانوا من الامويين، كلهم من الدوله الامويه، بس يعني واحد فيهم اللي انشا أول نظام للبريد في الإسلام؟ ستة هتقول عبد الملك ابن مروان أو ندي فرصة تاني؟ طيب قالوا عبد الملك ابن مروان. هل هو عبد الملك ابن مروان؟ أنتوا متأكدين من الإجابة عشان كده قلتوها مرة واحدة؟ تقريبا يعني متأكدة من الإجابة عشان كده قلتوها مرة واحدة. طب أنتوا إيه رأيكم؟ ممكن تاخدوا هنا نقطتين بقى تحظكم. هم قالوا خلاص، خلي بالكم انتوا اديتوا له بقى، اديتوا لهم بقى ايه الموضوع سهل دلوقتي. خلي بالكم هو الاربعه من خلفاء بني اميه يعني من يعني هم من امويين، معاويه بن ابي سفيان، مروان بن محمد، عبد الملك بن مروان، عمر بن عبد العزيز، بس مين فيهم اللي انشا نظام البريد في الاسلام؟ يلا ليكم نقطتين لو قلتوا. عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز. وانتوا؟ عبد الله بن مروان. برضه عبد الملك. انا بقول يمكن تنسوا ولا حاجه. لا. طيب نبدا نحذف اجابه ونشوف اني اجابه تحذف، هل من عندهم ولا من عندكم؟ نشوف كده. اول اجابه هتتحذف مروان بن محمد، عبد الملك بن مروان. كده احنا وقفنا بين اثنين، معاوية ابن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز. كده أنتوا فقدتوا نقطتين يعني ضايعين. دلوقتي قدامكم يا تاخدوا النقطة دي يا ما تاخدوهاش، إيه رأيكم؟ هم قالوا عمر بن عبد العزيز. هم لسه إحنا قلنا إيه؟ هم قالوا عمر بن عبد العزيز. أنتوا عندكم اختيارين، معاوية بن أبي سفيان ولا عمر بن عبد العزيز برضه، ويبقى أنتوا اللي أحق بالدرجتين، أنهي واحدة فيهم؟ عمر بن عبد العزيز. فكر. ها؟ طيب؟ طيب 30 ثانية فكروا. هما مش لازم يبقوا صح. يعني ما بيقولوا وانتوا متأكدين؟ ما كنتش المفروض تقولي يعني كنت ممكن معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان. وهم قالوا عمر بن عبد العزيز. كل واحد يفكر، قدامكم 10 ثواني. حد عايز يغير رأيه؟ 9 5 4 3 2 1 تايم أوت. تمام كده. يبقى كل واحد على الإجابة بتاعته، معاوية بن أبي سفيان وده كان رأي فريق السلام، وعمر بن عبد العزيز وده كان رأي فريق الحب. طيب نشوف كده تفتكروا مين. طبعا انتوا كنتوا واثقين في إجابتكم ولا ما انتوا لو كنتوا واثقين كنتوا قلتوا؟ ها واثقين ولا كده؟ ها
طب نشوف كده. ادي هنا معاوية ابن ابي سفيان الاجابة الصحيحة. احنا كنا شاكين فيه في الاول بس يعني. طب ده السؤال بقى للترجيحي، انتوا الاثنين اللي هيجاوب عليه الاول عشان ده اخر سؤال بسرعة 30 ثانية. ناخد 30 ثانية. اول من قام ببناء اول جامعة مصرية وهي جامعة الملك فؤاد، والتي طالب بتأسيسها مصطفى كامل ومحمد فريد وقاسم امين، ثم اصبحت جامعه القاهره. الخديوي توفيق. ها الخديوي توفيق. طب تاني يبقى قالوا هنا الخديوي توفيق وهنا برضه الخديوي توفيق، بس هم قالوا الاجابه الاول. حد عايز يغير؟ لا. ها 10 حد عايز يغير؟ تمام. يبقى احنا قلنا الفريق قال الخديوي توفيق وهم قالوا الخديوي توفيق، بس هنا قالوا الخديوي توفيق الاول. يبقى تايم اوت، نشوف كده الاجابه. طبعا الخديوي توفيق لا، هو الخديوي اسماعيل، وانتوا الاثنين لا. لكن احنا دلوقتي انتوا كان عندكم 13 درجة مش كده؟ وانتوا كان عندكم 11 درجة. احنا اللي خدنا درجة 12، خدتوا درجة 12 و 12 من 13 مش فارقة. بس انا يعني بشكركم بناتي وابنائي، ويمكن احنا يعني اتعرفنا على بعض، وان شاء الله احنا نتقابل في حلقات كتير. وتابعونا. شكرا لروان، نوران. شكرا لشهاب، ندى، دينا. وانت يا شهاب مستقبلك ان شاء الله يبقى حلو باذن الله، بس اعمل الحاجات اللي انا قلت لك عليها. ان شاء الله نشوفك تاني. بناتي وابنائي، احنا شفنا فريق الحب وفريق السلام. فريق الحب جايب 13 درجه، فريق السلام 12 درجه. يبقى احنا عندنا فريق الحب هو اللي فايز، والحب دايما يكسب، لكن السلام كمان يكسب. نسقف. وشكرا لكم بناتي وابنائي، وسلام الله عليكم. كان معكم عادل عبد الموجود. ابنائي وبناتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.